سنة 67 كانت سنة حاسمة في مسار قصتي. قبلها كنت مستغرق في قضايا الغزل الحبيبة الحقيقية أو المتوهمة، وقضايا وطنية بمعاني شديدة العمومية قيلت قبل كده مرات كثيرة، وأصايد في التأمل الطبيعة أو تأمل الوجود، يعني لها صفة عمومية. في 67 كنت في تالتة جامعة في كلية الآداب قسم الصحافة. قامت الحرب وإحنا في فترة الامتحانات، فتوقفت امتحاناتنا وأسرعنا كطلاب كل واحد يسلم نفسه إلى أقرب مركز خدمة عسكرية تابع لموطنه. كانت الأخبار متناقضة جدا. في هذا الوقت كنا أسرتي كانت بتقيم في الشرقية في مدينة اسمها أبو حماد قرب التل الكبير، هي آخر مركز من مراكز الشرقية المتاخمة لمحافظة القناة. في طريق إلى القرية كان في أخبار كتير بتقول إنه ما يجري في سيناء شيء غير صار، بينما الإذاعات كانت بتقول تتحدث عن انتصارات وعن قرب دخول تل أبيب. الصورة كانت محيرة جدا. عندما وصلت إلى أبو حماد كانت القطارات اللي جاية من منطقة القناة من إسماعيلية وخطوط القتال محملة بعساكر عائدين من الجبهة في حالة لا تبشر بخير. القطر اللي وصلني محطة أبو حماد تصادف انه في نفس الوقت كان في قطر جاي من الاسماعيلية، وشفت مشهد مصري اصيل على شريط على محطة القطر، ان اهل البلد طالعين اكاد اقول عن بكرة ابيهم يستقبلوا الجنود العائدين، نزلوهم من القطر بحنان بالغ معاهم طعام وشراب وملابس، المجروح كانوا بيربطوا جراحه والعطشان بيسقوه، والنساء بتحتضن أولادها الجنود العائدين من الجبهة بحنان، مش أبنائهم الحقيقيين لكنهم أبناء الوطن. الأخبار ما كانتش حلوة. في هذه الفترة كان لي أخ الله يرحمه مصطفى ناجي، شاب وفدي الهوى، كان في المعتقلات، كان معتقل بقاله أكتر من سنة أو سنتين. أمي طبعا كان عدوها الرئيسي اللي ساجن ابنها هو عبد الناصر. أما وصلت البيت كانت أمي بتتساءل، الله هو صحيح إحنا انهزمنا ولا انتصرنا؟ وكان في صوتها نبرة شماتة، هو عبد الناصر مفكر إنه هينتصر والشباب اللي مفروض يدافعوا عنه سجنهم؟ ده مشهد عادي جدا، يعني من أم زعلانة على ابنها. يوم 9 يونيو مع خطاب عبد الناصر أتذكر هذا المشهد اللي عمل تغيير كامل في وجداني، اللي عمل نقلة في مسار كتابتي في القصيدة. أمي أدركت وهي بتسمع عبد الناصر إن في شيء مش كويس، فوجئت بأمي اللي كانت يعني متضايقة منه مش طايقاه، بتدق صدرها بحزن شديد جدا وبتبكي بكاء مر وتقول له يا حبيب قلبي يا ابني
هو انت اتهزمت بجد؟ انا دماغي يعني مش مستوعب اللي حصل. هل معقول انه الهزيمة كان بهذا الحجم؟ في الليلة دي كأني خدت قرار ما نطقتوش، ما أدركتوش وقتها، لكنه قرار اترجم في شغلي، خدوا وجداني كله، خدوا مجمل كياني وترجمه لنقلة مهمة في مسار كتابتي. قصيدة الغزل الفارغة من المعنى، قصيدة المعاني العمومية انتهت وبدأت قصيدة أخرى.